لا طبعا، يعني الظرف الدولي ليس في صالح إيران، لا سيما كما ذكرت حضرتك وتفضلتي إن إدارة بايدن ما زالت لم تبدأ عملها بعد، فليس من مصلحة إيران أن تعكر الأجواء بينما لم تبدأ الإدارة الجديدة عملها. كما أن هذه يعني الظروف ليست فقط التي تكبح جماح الرد الفعل الإيراني، وإنما أيضا عدم استعداد النظام الإيراني للقيام بمثل هكذا مغامرة لا يستطيع أن يتحمل عواقبها. طبعا في المقابل هناك إدارة أمريكية متحفزة كانت على وشك توجيه ضربة عسكرية لإيران في الفترة الماضية، إذا فطهران تعلم أن يد واشنطن على الزناد، وأن قرار ضربها لا ينتظر سوى يعني حماقة صغيرة ترتكبها سوف تدفع ثمنها كثيرا أكثر بكثير مما تتحمله. إذا لماذا تحتشد في الخليج العربي وبحر عمان وهناك حديث عن وجود صواريخ باليستية نقلتها إلى العراق؟ أعتقد أن كل هذه التحركات الإيرانية يمكن قراءتها في سياق محاولة إرسال رسائل لواشنطن أنها لا مكتوفة الأيدي أمام استهداف عسكريا وأمام إرغام أنفها، وإنما ستحاول قدر ما يمكنها الدفاع عن نفسها. وكل هذه التحركات تأتي في سياق محاولة منع ضربها عسكريا فقط، يعني فهي أعتقد أنها يعني بهدف دفاعي وليس هجومي، لأنها ليست مجرد أن تبقى مغامرة عسكرية في هذا التوقيت. يعني وسائل إعلام إسرائيلية في الضفة المقابلة نقلت عن مصادر أمريكية أن هناك ضغوط على الرئيس ترامب، ضغوط منها إسرائيلية للقيام بعمل عسكري ضد إيران قبل خروجه من البيت الأبيض. هل تتوقع أن يورط ترامب بايدن في عملية عسكرية كهذه ضد إيران؟ يظل هذا الاحتمال من الوارد، لا سيما وأنه كان على وشك أن يأخذ مثل هكذا القرار خلال الفترة الماضية، ولكن أعتقد أن هذا القرار ربما يكون متأثرا أكثر بالظروف التي يعني ستكون محددا يعني أساسيا في حث ترامب وإدارته أو إدارته على القيام بمثل هذه الخطوة أم لا. يعني أعتقد أن هذا احتمال وارد، لكن ربما لا نشهد مثل هذا التصعيد أبدا، لأن في النهاية ليس من مصلحة واشنطن الدخول في مغامرة عسكرية جديدة طالما أنها تستطيع أن تفرض إرادتها من دون هذه المغامرة. الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا من القاهرة.